النهاردة نقدر نقول ان احنا معانا شبه المواصفات الكاملة للموبايل ون بلس 11 برو، وطبعا تسريبات ديت من مواقع كبيرة جدا، يعني تقدر تقول عليها المواصفات المؤكدة بنسبة 90 او 95%. والحقيقة يعني الموبايل دوت مواصفاته جامدة جدا، يعتبر موبايل بالمستقبل، هو فعلا من المستقبل، ما هي تسريبات. فعايزك بقى تركز معايا كويس قوي عشان تركز في المواصفات اللي مرة تسمعها ديت. يلا بينا نبدأ. بس قبل ما نبدأ يعني يا ريت تدعمنا بلايك سبسكرايب وشير عشان الحلقة ديت متعوب فيها جامد جدا. الظهر بتاع الموبايل دوت هيجي مصنوع من الازاز مع فريم للالومنيوم، وبيجي عليه طبقه حمايه من نوع جوريلا جلاس 5، وهيجي منه نسختين، نسخه بتدعم تركيب شريحه اتصال واحده ونسخه بتدعم تركيب شريحتين، وبيجي معماريه IP68 يعني مقاوم للميه والاتربه. وبالنسبه للصوت الخارجي فالصوت هنا بيجي استريو بقوه 24 بت واستغنى عن مدخل 3.5. اما بقى بالنسبه للشاشه فالشاشه بتاعته بتيجي من نوع LTPO2 AMOLED بمساحه 6.7 بوصه وبدقه 1440 في 3216 بكسل وبكثافة بكسلات 526 بكسل كل بوصة، وبتيجي بقوة إضاءة بتوصل ل 1300 شمعة ومع معدل تحديث عالي واللي هو 120 هرتز، وطبعا بيدعم المليار لون وتقنية ال HDR10 بلس، وبيجي عليه طبقة حماية من نوع جوريلا جلاس فاكتوس، والبصمة بتيجي تحت الشاشة وكمان تقنية ال Always On Display، وفوق كل دوت بيجي عليها طبقة حماية من نوع جوريلا جلاس فاكتوس. وبالنسبة لمواصفات الشاشة في الشاشة ديت شاشة خارقة، مفيش حاجة أعلى من كده، الشاشة جامدة جدا من كل النواحي، هي فعلا شاشة موبايل رائد في السنة اللي جاية. أما بقى بالنسبة للرام والذاكرة، فالموبايل هيجي بأربع نسخ، الأولى 128 جيجا مع 8 جيجا رام، والثانية 256 جيجا مع 12 جيجا رام، والثالثة 256 جيجا مع 16 جيجا رام، والنسخة الرابعة 512 جيجا مع 16 جيجا رام من نوع UFS 3.1، وللأسف مش هيدعم تركيب ميموري كارد. فأنت يعني لو هتجيب موبايل بالإمكانيات ديت جيبه على الأقل نسخة ال 256 جيجا. أما بقى بالنسبة للسوفت وير والمعالج، فالموبايل دوت هيجي بنظام تشغيل اندرويد 13 مع واجهة اوكسجين او اس 13 مع معالج جديد كليا وهو سناب دراجون 8 جين 2. والحقيقة يعني المعالج دوت واضح انه يكون اقوى معالج في موبايلات اندرويد السنة اللي جاية، بس مفيش معلومات عن قوة الانوية بتاعته ولا حتى كارت الشاشة البي جي بي، مش متوفر بس غير عن المعالج هو اسمه، بس اكيد اعلى من سناب دراجون 8 جين 1، ده شيء مؤكد بنسبة 100%. اما بقى بالنسبة للكاميرات، فالموبايل هيجي بثلاث كاميرات خلفية، الاولى بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F1.7 وبتدعم التثبيت البصري OIS وتقنية الدول بيكسل، والكاميرا الثانية بدقة 32 ميجا بكسل وديت كاميرا تولو فوتو وبتدعم التثبيت البصري OIS، والكاميرا الثالثة بدقة 48 ميجا بكسل وديت كاميرا الترا وايد، وبيجي معهم فلاش ليد مزدوج وبيدعموا تقنية البانوراما وال HDR، ويقدر يصور فيديو بدقة 8K بسرعة 24 فريم وبدقة 4K بسرعة 120 فريم. اما بقى بالنسبة للكاميرا الأمامية فبتيجي بدقة 16 ميجا بكسل وديت كاميرا بتدعم تقنية ال HDR وتقدر تصور فيديو بدقة Full HD بسرعة 30 فريم. وبالنسبة يعني أداء جودة الكاميرات ديت فأكيد يعني مش هتكلم، أكيد كاميرات خارقة وقوية جدا وهتكون من أفضل الكاميرات في السنة اللي جاية. وبالنسبة لباقي التقنيات، فالموبايل دوت بيدعم الواي فاي من فيرجن 6E والبلوتوث من إصدار 5.3 ومعهم كمان GPS وتقنية NFC، لكن مفهوش راديو. أما بقى بالنسبة للبطارية فبتيجي بساعة كويسة جدا وهي 5000 ملي أمبير وبسرعة شحن 100 واط، والسرعة ديت معروفة إنها جبارة قوي مع شاحن من نوع Type-C 3.1، وفي نسخة منه كمان هتيجي بسرعة شحن 65 واط وبيدعم كمان شحن اللاسلكي بقدرة 50 واط. وطبعا اللون المؤكد لحد دلوقتي هو اللون الأساسي وهو اللون الأسود. أما بقى بالنسبة للسعر فللأسف لسه مفيش توقعات عن السعر، بس هسيبهولك يعني في وصف الفيديو كتوقع مش أكتر. لو أنت عندك توقع للسعر الموبايل دوت اكتبه لنا في التعليقات ولنا رأيك فيه كمان عشان رأيك مهم جدا. ويلا كفاية كده عليك وسلام.